بطولتين دي قبلت بفرحة كبيرة جدا من الفرق الأفريقية للهوسبيتاليتي والحسن الضيافة والتنظيم الجيد والإمكانيات الجيدة اللي قدمها النادي الأهلي في تنظيم النسخة اللي فاتت، وإن شاء الله المرة دي يكون أحسن وأحسن ونجذب أكبر عدد من الفرق الأفريقية للمشاركة في هذه البطولة، ويكون التوفيق حليفنا في هذا التنظيم وينجح بشكل لائق يليق بسمعة النادي الأهلي أولا والنادي والاتحاد المصري ومصر دولة مصر ورياضتها الأفريقية. الباشمهندس خالد لما قال إن هو هيطلب تنظيم لأكتر من سنة، ده فكر كويس في الاستثمار، لأن في الحالة دي بيبقى قدام النادي الأهلي فرصة كبيرة إن هو يخطط ويدور على سبونسر ورعاة يتابعوا معاه التنظيم ويشاركوا معاه في التنظيم، وده هيضمن نجاح البطولة بشكل كبير. طبعا ده مش جاي من فراغ، جاي للثقة في قيادات مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن الخطيب وبقية أعضاء مجلس الإدارة، جاي في الثقة في الجهاز الفني والإداري اللي موجود للعبة الكرة الطايرة في النادي الأهلي، إن هم على قدر المنافسة وفريق عالمي وفريق بينافس بشكل جيد وتاريخه من أكثر الفرق الحاصلة على الألقاب الأفريقية في البطولة على مدى السنين المختلفة، فدي كلها مقومات تنجح جدا العرض ده. قمة التنظيم بطولة العالم، يمكن أنا سعيد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي أثناء الاجتماعات إن ربنا كرمنا وجبنا بطولة تنظيم تحت 18 سنة للبنات هنا، وده كان نتيجة الإيكو أو الصدى الجيد اللي عمله تنظيم بطولة تحت 23 سنة السنة اللي فاتت. فلما قدمنا الملف البنات كانت قبلنا بالترحيب، وكانت المنافسة الحمد لله يعني صعبة، بس احنا قدرنا ان احنا ننهيها لصالح مصر بفضل ومتدخلات الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي اللي كان ليه دور كبير في مساندة ملف الدولتين الافريقيتين اللي كانوا مشاركين في البطولة، تونس تحت 19 سنة ومصر تحت 18 سنة، والحمد لله قدرنا ان احنا ناخدهم، وكمان ساعدنا الدولة الشقيقة البحرين ان هي تفوز ببطولة 21 سنة، وده كان ليه صدى كبير جدا لأول مرة بطولتين عالم في أفريقيا، وده حاجة كبيرة.